صلوا 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 كله عندك الكاميرا الدقة شام وثقناها من أول شيء. تريد الكاميرا؟ تريد المد؟ لا خلاص شو نسعى بدي نزله شيخ من أخرج يكون على لا 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 اليوم شو اليوم بشحاق؟ اليوم جمعة مو؟ شو قد بشهر اليوم؟ 16 يوم الجمعة 16 5 مو؟ تدمير صنم ما يسمى مقام الخليل الجمعة 16 5 ابو سلام بس صار هذا الشراشيب يشذ عن الكاميرا يشذ وعرفهم شنو هن وشنو شغلتهن. والله هذا الشراشيب يمكن النت ما تزيد يمكن تعقد الخيط ويمكن يجيها ولد وشلون هذا معتقد يعني هنا هلا هنا عارف تقريبا يعادل 1000 طفل كل خيط عبارة عن طفل فيعادل 1000 طفل هذا تقريبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مكان ما يدعون انه مقام ابراهيم الخليل. خالص خالص صورت طبعا شوي الذين إن مكنا لهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يلا علي قعد. ثم الآن حرق ما تبقى من مقام ما يسمونه الخليل. يلا. الله أكبر. ولله الحمد. المساجد حرام. عطي النار
الحمد لله تم حرق البدع التي كانت تعبد من دون الله. هذه البدعة التي كانت تعبد من دون الله. الله أكبر، الله أكبر.